بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. And if they, the Quraysh, deny thee, O Muhammad, messengers of Allah, were denied before thee, their folks denied them just as your people are denying you. Unto Allah all things are brought back, the end results of all things are brought back to Allah in the hereafter. O mankind, O people of Mecca! Lo! The promise of Allah, i.e. resurrection after death, is true, it will surely happen. So let not the life of the world, let not what is in the life of the world of comfort and adornment, beguile you, with regard to the obedience of Allah, and let not the, avowed, beguiler, Satan, and it is said, the falsehoods of the life of this world, beguile you with regard to Allah, with regard to the religion of Allah. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور.
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير He mocketh the night to pass into the day, such that the night is longer than the day by, for instance, 6 hours, and he mocketh the day to pass into the night, such that the day is longer than the night by, let us say, 6 hours. He hath subdued the sun and moon to service, he subdued the light of the sun and the moon to the service of human beings. Each runneth unto an appointed term, round appointed trajectories. Such is Allah, your Lord, it is Allah, your Lord, who does so, not the deities, his is the sovereignty, the storehouses of the universe. And those unto whom you pray, those whom you worship, instead of him, instead of Allah, own not so much as the white spot on a date stone, they are unable to own of all that even the white spot on a date stone. If ye pray unto them, i.e. the deities, they hear not your prayer, because they are deaf and dumb, and if they heard they could not grant it you, because they despise you. On the day of resurrection they will disown association with you. The deities will absolve themselves from you for associating them as partners with Allah and for worshipping them beside Allah. None can inform you, of them and their works, like him who is aware, i.e. Allah. إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير And they say, the inhabitants of paradise say in paradise, praise be to Allah, thanks and gratitude belong to Allah, who hath put grief, the grief of death, evanescence and the terrors of the day of judgment. It is 496 also said that this means, the grief of the risks involved in the life of this world, away from us. Lo! Our Lord is forgiving, He forgives great sins, bountiful, He is grateful for even the slightest of good works. Who, of His grace, out of His great favor, has installed us in the mansion of eternity, in paradise, where toil toucheth us not nor can weariness affect us, in paradise.